انتقل إلى دار البقاء اليوم الزميل والصديق والأخ صلاح الدين الغمري. خبر نزلك الصاعقة، ليس على شغيلة القناة الثانية فحسب، إنما على الشعب المغربي، نظرا لقيمة هذا الرجل، نظرا لاحترافيته في المجال الصحفي، نظرا لتفانيه في العمل خاصة في فترة جائحة كورونا، والبرنامج أسئلة كورونا الذي كان يتجاوب مع أسئلة المشاهدين ومع أسئلة المواطنين. صلاح الدين الغمري اللي ترك يعني واحد الفراغ كبير، والرحيل ديالو يعني ألم كل الشعب المغربي وخاصة شغيلة القناة الثانية. يعني الخبر من اللي تلقيته بكل صراحة ما تيقتش، لحد الآن بقي ما تيقتش، لأنه صديق وزميل وعنده طموحات، عنده برامج، عنده أهداف، وكان يلا كيوجد واحد البرنامج جديد غادي يديره مع مطلع السنة القادمة. الموت يعني خطف الزميل صلاح الدين الغمري في فترة يعني تفاجأ فيها الجميع، خلى فراغ وخلانا يعني متألمين للرحيل ديالو بكل صراحة. الدليل على أن صلاح الدين الغمري كان يتتبع أحوال الرياضة كثيرا، وكان يعني يعشق فريق ريال مدريد حتى النخاع، ويعشق فريق النادي المكناسي، ومتعاطف مع فريق الاتحاد البيضاوي. الدليل هو أنه التحق بالقسم الرياضي السنة الماضية واشتغل لموسم مع القسم الرياضي كرئيس تحرير. بعد ذلك وبعد نجاح البرنامج لأسئلة كورونا تحول إلى هذا البرنامج، وبعد ذلك كان في المخطط وشبكة البرامج القادمة للقناة الثانية أنه يقدم برنامج آخر. صلاح الدين الغمري يعني عنده واحد الميول كبير للرياضة وخاصة لكرة القدم، وكان من الناس كيفهموا في كرة القدم بكل صراحة وكيفهم في الرياضة. انتماء مدينة مكناس كيخليه يعني بلغة الكرة كيموت على النادي المكناسي، وكيبغي فريق ريال مدريد، كما قلت يعشق فريق الاتحاد البيضاوي. إنسان يعني الأفكار ديالو والمعلومات ديالو والرصيد الإخباري ديالو يجمع بين السياسة وبين الرياضة. إنسان متمكن رحمه الله، وإن الله وإن إليه راجعون.